Evet, hada nas yetehaddes an el khubs ba'da qalil senakum bi nashata mukhtalifa jiddan fi hadhihi en nashata ana ke muallim nasakhtu hadhihi el awraq wa qassamtu ila thamaniyata jumal wa waza'tu hadhihi el jumal mukhtalatan ila el tullab amamahum thamaniyata jumla mukhtalifa wa hum yuhawiluna tartibu hadhihi el jumal nassan mufidan. هنا الآن ثمانية جمل هم يحاولون ترتيبها بشكل صحيح وهنا أيضا هل انتهى؟ نعم ناحس هل ترتيب هذين الطالبين صحيحا؟ قال فراس لولده من أين يأتي الخبز يا أبي؟ قال الأب يزرع الفلاح بذور القمح في الأرض ثم تسقي الأمطار أو الأنهار البذور وعندما ينمو الزرع يبدو الفلاح بحسد القمح ثم يدعو الفلاح هب القمح في أكياس ويأخذها إلى المصنع يطحن عمال المصنع القمح ليصبح القمح دقيقا وفي المخزن يعجن خباز الدقيقة ويحول إلى الخبز فيشتري الناس الخبز منه. نعم هذان الطالبان أكملا يعني رتبا سمانة جملة ليكون نصا مفيدا أهنيكما. وأيضا قبل قليل هنا إنجازات مهمة طالبان نجح في ترتيب هذه الجملة لكن حتى الآن يستمرون ترتيب هذه الجملة. عندنا كم جماعة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. من سبع جماعات جماعتان أكملة هذه النشاطة. في هذا النص كيف يصنع الخبز وكيف يأتي إلى بيتنا؟ يجب عليهم ترتيب صناعة الخبز. أظن أنتم فهمتم هذه النشاطة.